الاعلامي والزميل الكابتن كريم حسن شحاته ايه في هذا الموضوع؟ برحب بيك طبعا يا كريم وشكرا على المشاركه معايا النهارده. لا طبعا، ازيك يا معتز؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك ومبروك على العوده لمكانك الجميل في المحور طبعا. الله يخليك، شكرا. ومفتقدينك، فان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله كده زي ما انت معودنا دايما. ربنا يخليك كابتن كريم، اتفضل. والله يا استاذ معتز احنا فوجئنا طبعا بالموضوع ده، يعني من يومين كده اتحاد الكوره اعلن ان في مشكله وان الكؤوس مش موجوده وفي بعض الدروع مش موجوده. بس انا بالنسبه لي الموضوع يعني عايز اعرف، هل من بعد الحريقه اللي حصلت في اتحاد الكوره الكؤوس دي مش موجوده، ولا من تاريخ قريب؟ هي دي اللي هتفرق طبعا. ولو الموضوع مثلا الكؤوس دي مش موجوده من موضوع حادث السرقه والحريق اللي حصل في اتحاد الكوره من 2013، طب احنا ليه ساكتين كل ده؟ وليه ما تمش الاعلان عن الكلام ده ساعتها، او الاعلام يعرف، او الجماهير الكره المصريه تعرف؟ مش عارف يعني ليه سكوت الفتره دي كلها. والمعلومات اللي عندي طبعا من خلال اتصالاتنا بقى في اتحاد الكوره والكلام ده، ان الكاس اللي غايب او الكاس اللي مش موجود الكاس بتاع 2010. الكاس بتاع 86 موجود، و2006 و2008. 2006 و2008 موجودين؟ دي معلومه جديده بالنسبه لي. ما هو قالوا كده في اتحاد الكوره، قالوا في ثلاث كؤوس موجودين، اللي هو كاس بتاع 86. احنا كنا خدناه في مصر، انت عارف الكؤوس كل فتره بتتغير شكلها بيتغير. طبعا. و2006 و2008 هو كاس واحد اعتقد اللي موجود يعني. ف 2010 هو اللي غايب، فهل الكاس 2010 اللي هو كان ثالث مره على التوالي نحتفظ اخر مره احنا واحتفظنا بيه للابد. بالظبط، واخر مره خدنا البطوله فيها يعني. طب كابتن كريم، يعني هل عندك مانع تقول لي الوالد النجم الكابتن الكبير حسن شحاته اللي كان المدير الفني لمنتخب مصر في الثلاث دورات دول على التوالي، يعني رايه ايه في الموضوع ده؟ اتكلمتوا مع بعض؟ انا ما اتكلمتش معاه في الموضوع ده، لسه الموضوع جديد. انت عارف ان ماتشات الدوري بقى كل يوم، انت عارف انا بعمل برنامج في الراديو، فما اتكلمتش مع كابتن حسن او قابلته يعني اليومين اللي فاتوا دول. الموضوع بالنسبه لنا كان مفاجاه، بس اكيد طبعا لما يعرف القصه دي هيزعل جدا يعني. هو الموضوع لسه حاصل النهارده فعلا، يعني البيان بتاع اتحاد الكوره طلع النهارده. طيب، على كل حال انا بشكرك جدا على المداخله، وبتمنى لك التوفيق في برنامجك يا كابتن كريم، وتحياتنا طبعا للوالد كابتن حسن شحاته. الله يخليك يا استاذ معتز، الله يخليك، بشكرك.